أما سيد القرآن كوي هاي معجز أو ما يلا بدن دعي بدن ومعجز وكوي هاي معناها أن بني آدم كورنتي كان كرنا معنا هاي وح بني آدم كاني ودنا عسى علم جاو هلا يمكش كنا كم بديهين سو مركا إلهي سبحانه وتعالى مدفق وده كوني آخر بقولي كنتن سنة كبدن أما كوب بيجن أيو سيشيغي للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين عد عيدو طيح ما قاعد يسمعناها كما اسمه تشيري يعني لما أنت عد عيدا يرلوكا يطيحا يكواكب تولن مدول فلك جيسا أي كسعدة وكل في فلك يسبحون. مركز درس تاشل يبين سو مري درس جينا ما أنتم مركز وح وكب بلعب ميا إن صدق ذات شر مية إلهي سبحانه وتعالى شيء جي يظهر دور كاكو شيء جي ووعد عيدا يدلك يضيحة إن سيد إسكويهين يوحى النجا بني آدم هان هلكن إنه لي هندوك كركيسة ورتكو يعني دولكو لي هاي لبا صعود بلي ومهمة تضب لي لكن لبا هي مهمة دولكين أنا نكون والله هاي مد واحد ويا وريجو وقرحة كوريجو أما عد عيد كوريجو أو إم ساعة شقاته شان تحبقولي عشان يلحد مع الموت يا شرشر يعني سنة أفرتي سنة بس سنة بع مالين الديرت هاي صدق بقولي اللي لحدنا سن سنة كني مكاين كشرنا إلا بدو كوني يافر لا تنكا إن وحويان ووريجا أي نلك كوريجو قد عدا ضيع حكمة هذا لنا ونلك وريجيسا مالمها سنة ومالمها نلك إلهي قرآن كيسا سبحانه وتعالى وحين نوغو شاقي مالمهيسا وكوكم كوابوري كوينو ينانيسكم إذهين وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كألف سنة مما تعدون سيدا مالين إلهي سبحانه وتعالى أكتيسا وحي أدق أنت كن سندود أما كبضا أو أنت مالمها يدوك ترستانا وأن معلمها إن ترسلنا وإن شجد وأن هالك أصل كله يهين. معلنتو أفرلاتن ساعدوت صلا ما يرى حاجة كتير ميد أفرلاتن كان ساعدوت وإن شجنا. إن وحى كلاو دول كله هاي صعد كله أو سنة عاد مهم وآه أو صعد كا وكوريجو أدب كيسة أكسس كيسة أدب محور عربي ده باللغة العربية محور بين غنسا إنجليش كنا أكسس، أف سومالي كنا أدب، أوه يمكن هذا مارك هذا ساوريتشيو سا مارك سا محورك حقو مرة يا مركا واللين لين خيالي ويان، إماجينري أيو كوريجيا تابلت كاسي ساوريجيا، دولكو مركا وحولي هاي. محور بوليه خيالية أو كوريجو أو بالنسبة أوربت كيسة وقرحة كوريجية مرك الله يجو ويرق الله عا وتلتيد صدق حيلة 10 درجة مرك كرلا قصة قياس حاجة كرا مثلاً هدوية هاي أوربت كي دولكو وقرحة كوريجية هدوية هاي كاس سيركل كاس أو يعني متسمن هوريزنتالا dulku saasu yara janjeera mixwarkiisu uu yara janjeera markaas wareega dulku mixwarkiisa ama udubkiisa ku wareegayo ama axiskiisa maxaa ka dhasha afrlaatanka saacadood maxaa ka dhasha sax habeenka iyo maalinta ha habeenka iyo maalinta marka halkaas ay ka yimaadaan marka xisaabteen oo dhan waqtiyada aynu xisaabsano labada socod ay ka dhashaan كسد حادة وحوينا كدر وضيحة ودلك كوريجا
dhulkeenu hal dayax buu leeyahay. Kawaakibta kale ama meerayaasha kale ama planetska kale solar systemka ama majmuuca shamsiya ku jira oo 8 ah waxyaalo badan oo kalena way jiraan, laakiin inta planetska loo yaqaan ama muxuu ahay kawaakibta luqal carabiya af soomaaligana waxaa loo bixiyay meerayaasha oo dhulkeenu waa mid ka mid ah. مريخ مارس واه ميد كاله فينوس اما زهره ميركوري جوبيتر ساسي ويهين مرا قار با 12 ديح له انه هل ديح بين ولاهن وا ديح حد يحبين كي انه ارغنو ديح سي مركا دولكينو كو وريغا وريغي سنه وا اوربيت اما وا ميره الليبتيكال ان سيركل ما هي يعني سيركل كو واخا ويان xisaabta waad ku dhageysan baa laga yeeweyn intii naartadii waxa weeyaan yani waa wareeg bartankiisu ama halka bartanka wehii ay isku inuu jirto wareeg oo dhan marka wax ka soo wareegsan circle maaha ama maaragtay yani wareeg maaha qaar baa yara ka eccentric oo ka sida beedka oo kale ama ukunta markaas orbitada yani dhulka iyo dayaxa iyo meerayaasha kale circle maaha waana qudra ilaahay subxaana taala ajiiba ku jirta halkaas runtii ma geli doono waxaan saar shalay idin sheegayna 300 sano ka hor ayaa mathematically xisaab ahaan waxaan dadkii hore may aqoon marka ilaahay subxaana taala leeyahay wa kullu fi falakin yasbahuun waqtigii saxaabada iyo waqtigii maartika waqtiyadii ka dambeeyay kuwii ka sii horreeyayba sidaas yacni imika maanta aynu u fahamsannahay midna mid aanu u jiidayn lashamsu yanbagii laha an tudrika alqamar walalleylu saabiqu nahaar waxay ka dhalanayaan yani wareegaas ay wareegayaan iyo wareegaas yani nooc uu yahay marka calaynta xaalay yani wareega labaad ee dhulka waxa ka dhasha habeenkii maalinta dayaxu wareega dhulka ku wareegayaana waxa ka dhasha dee bilahan qamarigeenu tirsano maxaa bisha ramadaan ay ka mid tahay shacbaan shuwaal soon ayaa maaragtay yani ka dhasha dayaxu wareega dhulka ku wareegayo soo bixidu habeenkii ka soo baxo xaggaas bariga oo sidaa u socdo maaha kaasi ama dee qoraxa cadceedu soo ma soo baxdo ma dhacdo ما عاد عيدا سعوته مثل دولكا يا دولكا سعوده وكاس ده وحوي يعني وحيلا معلومات كعام كهلا يلا channel knowledge جاي الله بهي هنا الوضع نقانا عاد عيدو يعني سعود كان عاد مودين سعوته أي يعني مودين نو يا apparent وحوي دولكا يا دين عكلو وريجي دولكا وكروي وكبت وان يسستون إن شاء الله واتقانا جلوبك wuxuu u wareegaa min galbeed ilaa bari saasuu wareegaa dhulka oo tiirkiisii ama udubkiisii aynu sheegnay buu ku wareegaa dhulka saa u wareegayo innagiina dhulkii baynu kor saarannahay oo ayaynu u malaynaynaa inay cadceedu dhinaca u socoto marka waa socod nisbiya weeyaan dayaxuna saasoo kale marka dayaxu habeenkii marku xagga ka soo baxo waxaa ka dhaco maaha wareegiisii uu dhulka ku wareegayay maaha wareegiisu dhulka ku wareegayaa waa kan ay ka dhalato dayaxu inay hilaal noqdo dabeetana yar weynaado caawo kale maalan uu yahay caawa 9 bishu marka taqriiban uu beder ama 15 iyo kii bilowgii uu dhexeeyo meel u dhexeysa qiyaastii uu yahay ilaa uu ka yaraado haddana kalcurjuun qadiim si ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay uu ku noqdo kaa weeyaan kuwaasi manaazishaasi ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku yidhi yacni manaazil baanu u qadarnay dayaxa waa kuwaas waxa waa wareega uu dayaxu ku wareegayo dhulka 72 cisho iyo waxoogay bay qaadataa labada cisho kale ama labada cisho iyo barhka kalena waa inta ay kala wareegayaan oo marba dayaxu yahay waxa loo yaqaano dayax cusub new moon waa markuu yahay gebi ahaantiisuba uu madow yahay
دبتنا حق كلو كسب بلاباي وكذا هلال كبار دشة إن يربى مركز يعني أنت كلا دولك هركيسي هركي دولك ويا واحد مدوبين يا أنت يربى قرحة كأركيا دبتنا أنتو هبينك سق قرحة كأركيا سيكور نيسا إن ساس سيكور نيسا مركا نصوص بضم با إلهي سبحانه وتعالى مركا هبينك يا مال أنت نوبش يا حكم إذا سورة الأعراف نسكن إن الله رب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وآيات رنتي معنى يلبطن حمبارسان أنت إنه قدن لنا وحويان كل قد وحي شيقيان نسكن قدن بي سورة ياسين وحا آيات وقف لنبا إلهي لي بني آدم كا إن أنه مالينتا هبينك كسو سيبنو مالينتا وسيدي صلخ النيف كمارك دي مركز سانتا مهرق اللي قصارو ساسو كلا وحالة صلخ سيدي هبينك اللي قصو تشيدي يو مالينتا يو كلا ومالينتا كسو نحب حيسو أما سيدة إلهي ويلي هل كان يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل مالنتو إلهي قدوبا هبينك هبينك أنا مالنتا القدوبا أما هل كان كلنا وحي إلهي ويلي تولج الإلهي يا رب يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل مالنت هبينك أيا دحقلي سام مالنتا ولا تشبكت من دحقلين مالنتا أنا واحد دحقلي سام هبينك وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي الناس كي كسيو ري سوره الاعراف نوحى الى هيدي يغشي الليل النهار هبينكو الى هي كدبولا مالينتا يطلبه حثيثا يسغو يعني طبق قرانيا او ماركت يعني سيدي وحو ساسو كلا ماركت او سو ورادينه ودبا تاغي هي ويستبا تاغي هين والشمس والقمر والنجوم مسخرات مرك نصوص ترى من وحي الماميان يعني هبينك أرت مرك وجارس وحي نوت الماميان هبينك هي مالنتا هبينك هي مالنتا وحي رب ضم بيلاه القرآن كي نوش شجينا ينوش جيران هبينك هو إنه نصنا وينو ساحنا سكن بيلاه ينوجد جاي مالنتي هو إنه شقي سنا وينو أنت نصوت وسنين ومارك يعني صعنا وجعلنا النهار معاشا مالنتي معاش وافتين قرحة بسويتش دو دتك ويش شقي سنا ويتجيان هبينك يا والله سيحنا يا والله نسنا يا واحد كلوي إنه بيجرى وقتي وواحد يعني وقتي كان إنه ترسن إنه هبينك يا مال أنت أفضل أتنك سعدات وحير ير ير باكر دمان seconds وتقريبا وأفضل أتن سعدات سان هروش يعني مال أنت هسي ومال أنت أنا لو كنا ومال أنت إلهي معها إلهي مركولي مثلا سبحانه وتعالى وخلق الأرض في يومين دولك وحي إلهي كو أبوري لبع عشو ما ها عشو يكين ما المهن ما ها وايد دولك مبوش رمبا وما الم إلهي إلهي هاي أو لقيا بين بليون سوفيرس أما بلايين سنو أيهين مركز واتا مركا إن هبينك هي مالتها مركا واحد أردن يعني إلهي سبحانه وتعالى وسي شيء لكن قياسته ده يسد الله عبره يسد إنه ماركت يعني ما توي حسابنا وحديث وعسبهين ضد كي هرد يسا عدنا وكلام يهيسن أما ساعدان ما تعني يعني سد ديجيتال كام يهيسنين وحوي يقانينه وقياسي شرين لكن ساعدها ما تعني waxay nu gaarnay heer maanta in aynu isticmaalo wax loo yaqaan saacada atomica atomic clock oo saacadahan digital ka telefoonada inoogu jira iyo kuwan kale iyo waxaan u dhameey ku dhisan yihiin ay ku xidhan yihiin saacadaha computerada ku jira saacadaha laptopyada ku jira saacad bay ku xidhan yihiin weyn oo de masjid ka ba yani qiyaasti ka weyn oo la yiraahdo in ccm atomic clock لو مرات بي يعني كويا لان لا بابا وي وي يعني مركز انك معنى بدن انه ما سمعين سو بني ادم هان سكن اما اما السكن لكن اعماش قاركود وحيالها قاركود لقبتو
iyo experimentska qaarkood oo la sameeyo iyo GPS oo kale iyo satellite-yada yani il bidixsi marka 10 ama 100 meelad loo qaybiyo ama 100 meelad loo qaybiyo meel kamid ah ayaa farq u sameeyneysa marka waxa bini'aadamku u baahdeen yani qalab aad iyo aad daqiiq ah oo waqtiga u sheega waa taas ilaahay subhanahu wa ta'ala de saas yani كلمات كان لغو ما عبرين لكن هبين كي مالن تسا اسكويهين مدنا آنو متك كلا ولا الليل سابق النهار دافي كرينين والدقة داس دقة اتومي كلوك اسوي يعني اساس اي ماركتي وحنا وحا كلا ماركتي انا ودافي كرين هبين كي مالن تسا مالن تسا او دبتها جي هاي وحاني كدال تسان شاقي وريقاس نولكو تير كيسا اما اكسس كيسا كو وريقيو een marka nasuustaas in yar baan doonayaa insha Allah ku daro horta waxaan idin tusay ma qaanay inay soo bixi doonto yan kale waa iska yani waa model waxa wareega dhulku waa ku raweysa markaysan dadka qaar baa yiraahdo yani dhulku waa sadxi ama dadka qaar kood baa muslim kaliya ma aha taa gaalada aanu la joogna mareekan ku waxa jiraal dad la yiraahdo group la yiraahdo flat earthers waxa weyn dad aaminsan dhulku inuu yahay flat oo de muslim keenna way ku jiraan oo naskan quraanka dad qalad ka fahmay weyn ilaahay leeyahay in afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusifat wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al-ardi as-sathi gas اما فمشوا في مناكبها قربها ده كصعدا سيده لبدا يدا قرب اي سمي هينو كله ما سي ددك قاركود يعني وها يراهدان لوكو سمي هو ده وخه ليه ميل لغا دحو سدا ماركا سنانتن الهي شيغيا يعني ان ويل الارض كيف صدحت وسي انغ اندهنا ان اوغو موقتو لكن حقيقه ان لوكو كروي سدا كرا كبدايا وريغيسا ويان اي او ريغي اكسس كي سي كو ريغي تير اما اودب يعني كو ريغي خياليا اد عادي انا افتين كيد على عادي وتاس وا فلاارهاس ادر كسان وا فلاارهي اد عيد او كلا وا وحن وا يعني وا ما ها صور صحه ما هاين وا حويا وا مودل وا ملعوال ما ملعوال اكشلي ما هو صح لكن واحد لا فرسمي قلت له معناه اساسي وش قيسا ويان مركا هبين كيه مالك اساسي تسد بتاغيين دين عامد وبي ودين عاد قرعده كفوق دين عن افتين كينا وقر دين عاد قرعده كل باء سوحيغا مركا دولكين اساس وريغيو مرنا دين عن قرعدي ايغيسا هدان وي وريغيسا دينعي قرعده مركي وري ايغي حقن سو مريا هبين بو نقنيا ان tiyar la dad raacdeen waxa laga yaabaa in aad mid marka qaar kood waxay soo saaraan kulba halka la marayo iyo maabka adduunka sidoo yahay marka waad arkaysaa dhulka inta 15 ka ah inta wali aanay qad cadceedi gaadin inta habeen wali ku jirtaa inta maalin ku jirtaa marka in dhulka oo dhami maalin kuma wada jiro habeenna kuma wada jiro marba inba maaragtay yani ku jirtaa in hadaan soo gabagabeeyo waqtigan aynu tirsano marka salaadaha oo kale midalan maxaynu ku tukanaa wal maxaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa ay ku tukan jireen ma dayaxa misaad ceeda aad ceeda oo kaas oo cibaadaadkii qaar baad ceeda ah وشمس يسي الله سبحانه وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب انه يضيحي عد عادي يضيحي سياد لتعلموا عدد السنين والحساب حسابات كاني يترسغيني اين معلومه هي سنادها يترسنيني قربا قرخدا مركا تاس يعني قرخدا لما اورن كرو غالدا اسكلو دي مقعد ولا بدلي كرا جينا وري فبراير مقعد سو مقعيو كيمد يعني رومان امباير كي ama imperatoriga di Roomaanka wala bedeli kara laakiin shamsiga yani tirsiga yani
شمسك مقعين دونا إنه بحنها ووحي إلهي سبحانه وتعالى إنه كذي ومقعين إنه ينقص سماه سنين هدد دونا ولا بحكرها مرك الصلاة دم حاله قلت كان شري برجع العادة ومحال أورينج مثلا الصبح فجر ك فجر الصادق يا فجر الكاذب كلا ترى وحال خد مركو أروح الصبح يلين ديرا افتينا ترى مركاس لقمته كذا فجر الكاذب على إذا فجر الصادق على سقيا ترى ظهر كي وحال يجي الزوال ك إن حركو يعني مركا مثلا إنه زولي إير دنعس وكعي حركا هو مركو إير دنعاو إيشا زوال بالي رهضة عصر كا ويعني حركة إيو يشوق قفكي حركة مركز لكادان مذهب الشافعي مذا هبتي أنت هذا بدن مذهب الحنفي أنا والله بشر حركة مركو الله بشر در الكاج اللي يجي هاي هذا هل مترية برت هاي حركة مركو هل مترية بري هاي أي عصر كسوق لي أما الله بمت أما صدح متر في على مذهب الحنفي مغرب كا أساس غروب الشمس سما عشاء كا شفقة عص مركو قب سما وكل جود محي كحريهن عدعدي عدعدي بكحريهن ما أنت مع عدعدي إنه كنت كنا مسوى حكى لي إنه كنت كنا ولي عدعدي إنه كنت كنا عدعدي سرادي عدعدي كنت كنا اسمي بدلين لكن محي اسم بدلي وحي اسبدل هبكي لو سوغيي هبكي لو سوغيي زوالكا اما شروق الصبح فجركا اما غروب الماء غروب الشمس مغربكي اما عشاء هبكي با اسبدلي هبكا سنو كوي مد ان بني ادم كيو برتي يعني ان دتك مسلمين تعرف انت وغوري حقيقه ذات ساعد كل قطان ساعد يا كاني يا وقتي هذا حسابين تودا بني آدم كيو برتاي سي ولي بالدقيقة ولي ما أنت وقت كان يعني شو قلنا يعني محل إذا هذا سكن مركز لاقى بيو أنت دور كونه مالوت مال كم ده وحين أنا نقول ده قياس كريم أيه خالد قلي كرتا معناه حوالين بقول الله سنة ضد بقاعدنا سا إن حسابات كا كالكوليشن إسكال سمي أي قلدمان سي دقيقة أي أو وليبا كورد لسان مال كستا ماشي ده هرجيس مركز شوكتو واحد سواق على رسالة تلفون كاجا واحد قال لي سا وقتي الصلاة ده هرجيسة وكل صار وقتي يضيع دم محل جو حسابنا يا دقها يا لول كا واحد لا يروح ده في سوالفه لا تثير كي لونج تير كمشي على شوكتو وطن ما أنت مثلا دولة ده صار ده تكتو وطن أبو بكاري شجعت يدي يسوع إجا نبي كسر راعينا يعني شغاله ديوت جيني سمحوا سمعني يا تليفون كيسا موبايل فون كيسا سمارت وهاي ستور ايو جيلينيا و هو شيغيا اكزاكتلي ان ذا ديجري ولما ديجري كلمه هي ديجري هو حويان و سوالي محل ويرا ودرجه اللغه العربيه ترى تتندر تشدي واحد كسي حقا منت تتن واحد كسي حقا سكن منت كي سكن كي وقتك ما هو قار مركه هلكا اتاغنت هي برتا اتاغنت هي جغداد كو تالو وليبا جيس كسا افرت جيس وحل سو ساريا الحو هاي ديغريدا وا لبا نوع ديغريدان بري الا قلبيت وسعدا وحل لاتيتيود كو كونفري و قوي وسعدا المحل يراها لونجيتيود يعني ها latitude كو حويا وساسي وسعدان كو الله يراه هذا ملول بالير دقوه نوا كو ساس سعداء من وقويجا أدونك إلا كونفرت أدونك ساوك على السعداء مركا يجوا صدح بقولي اللي حدا بوك على نوا حويا نوا بقولي استيتن مركا شكا كليا إذا قال مركا واحد داني يرنتين عن إذا يرد رنسيو كل مرة كلا نوع نكاد لي دعنا ساعد إمام قال كان ساعد باصر سماها إمامك الصبحي أفجر كا دي بدأ وما بحه فجر صادقي إنه ده شيء إن كلا وما بحنا إنه بحه أما هبين كي ما قريب كمركز إنه أفر إنه هل كاينو يستاجو إلى قرحي ما دعني عدعة أما طور كي زوال كا
محو سمينايا ترى وشي جيسا هسا وشي جيسا مارك يعني وتل ماميسا مركا صلاته اني يا عماشي اني يعني عباداتك اني صلاه محو هاي صومك صلاتك كلي مع صومك حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر دي الله سبحانه وتعالى يدي تاسي هلكاس اينو كهلينا تبدين ان وبحنا وما باهنين ان كسر دتك ميغ ريميغو كلا ايو باهين ان وبحان ودنا كما قلتنتو انا بيرغي ولا لي بان جوغي ميغا ورني يربان ها وانا سومي جير حبد ان جمي قلد مي جيرين ساعد ما ريسن حتى يوغنا ساعد ما هيسن لكن افركا افركا سحورته وسحورته صلاتها وصلاتها ويقانين مركا امد كستابد الى سبحانه وتعالى علم يد ايوسي ان مركا شيكدا يعني ضيحه ايين يدنا ان شيكي دونا وان يعني هلكا حسين كوجوجين دونا ان عاد عيدا وحي نغا خيدا صلاتي ايو يعني وقتيه بلوغا يا دماتكا صومكا aan aaday inay gaga xidhan yihiin waqtiyadaasi iyaga meel baa la dhigay waa la xaliyay bani muslim kuna way aqbaleen waqti dheer bay runtii qaadatay ana waxa soo gaaray iyadoo waraaqay roo kuskuusan gidaarada lagu dhajiyo oo maalinba mid saa loo jeexo ma xustaan yaa bari dowid bay joogay waka saas kalaba dagaal ba ka dhacay taas agarad aadaan kan mikrofoonka lagu aadaamayo waxa dadka muslimka kala qabsaday maleen meesid yani minaaradahan waxaa loo sameeyay baydhaahda waa in qof muadinku minaarada fuulo oo halka ka dimo iyo ma ahay minaarad mar walba uu sii koray uu soo karo uma baahnin mikrofoonka inuu ka dinno in salaadaha masajidada waaweyn oo kale in waxa muballiq baa jira in la yiraahdo nin halkaas bartanka kale taagan oo imaamku markuu allahu akbar yiraahdo isna allahu akbar de daruur baa had bariga hore mikrofoonadan iyo samaacadahan masaajidada ku dhaxyaala ma jirin marka dadka muslimka waxa isbedelada dhacay oo dhan yani tv yimid radio yimid waqti dheer bay ku qaadatay muran fara badan iyo qarjashaac fara badan madbacadaha xataa markii ugu horeysay madbacada la soo saaray dadka muslimka qaar badan baa diiday madaabicdaas in wax lagu daabaco innagaana dadka muslimkiihi iyaga ugu horeeyay runtii culuumtan maanta oo aasaaskeedii dhigay saan shalay idin sheegay toddoba qarni ayaa jira qarnigii siddeedaad ilaa qarnigii shan iyo tobnaad ka soo bilaabmaya oo loo yaqaano casriga dahabiga ah cilmiga oo yurub beriga iska hordeeyay ku jireen iyagu casuur madow dark ages ay ku jireen muslimiinta cilmiga ka qaateen unba ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkii muslimka yani ku riday ihmaal oo iska saaxideen ilaa waxay soo tooseen iyadoo la duulayo markaasi jira waa sixir